أهالي الناصرية وشباب ساحة الحبوبية الذكرى الثانية لثورة تشرين بحضور جماهيري كبير، حشود كبيرة تردد وتنادي بحب الوطن، حناجر تصدح وأهازيج تتغنى، وحمل اللافتات المؤيدة والمناصرة لمطالب الثورة والتي سقطت من أجلها الكثير من الدماء الطاهرة. من هذه الساحة انطلقت الثورة، ومنها وإليها يتوجه العاشقون للحرية. نعم، ها هم ثوار ساحة الحبوبي وجميع الساحات يثبتون ويؤكدون أنهم ما زالوا مستمرون بثورتهم المعطاء، بثورتهم التي قدمت التضحيات تل التضحيات، 900 شهيد و30 ألف جريح غير المعاقين 5000 والمعتقلين كذلك والمغيبين. وعليه فإننا نؤكد على استمرارية ثورتنا وخطنا الاحتجاجي السلمي حتى تحقيق المطالب. نحيي هذا اليوم العيد الثاني لثورة 25 أكتوبر 25 تشرين العظيمة، الرحمة والخلود لشهداء العراق عامة ولشهداء ثورة تشرين خاصة. وبهذه المناسبة نحب نحيي الشعب العراقي ونجدد الوعد ونجدد العهد على ما سبقونا به قادتنا شهداء الثورة وشهداء العراق، وباقين إن شاء الله بالخط الاحتجاجي حتى الرمق الأخير. ثورة تشرين باقية. وأكد المشاركون إنهم على خطى الشهداء سائرون، وبنفس المطالب يطالبون، وبنهج الحرية مستمرون، وبحب الوطن ينادون. اليوم نأكد على استمرار ثورة تشرين في تشرين المباركة، تشرين تتمدد، تشرين بإصرارها بعزيمتها بإرادتها باقية. كل من شكك بتشرين بأن تشرين انتهت، لا، هؤلاء الشباب، هؤلاء المتظاهرين الحقيقيين الأحرار، هم اليوم يجددون العهد والوفاء والولاء إلى دماء الشهداء الذين سقطوا ضد منظومة سياسية فاسدة، ضد منظومة أحزاب، ضد منظومة ميليشيات، ضد منظومة فاسدين، ضد منظومة المحاصصة. 25 من تشرين ثورة سطرت أروع ملامح الشجاعة ورسمت لوحة الإيثار بدماء الشهداء. لقناة ون نيوز سار شنون الناصرية.